السلام عليكم شباب بريبتو ان شاء الله النهارده هنحل مع بعض اكزام نمبر 4 جيزا جبرنوريت فرع الجبر اند ستاتستكس طبعا يا شباب هنسيب لكم لينك بلاي ليست سواء الجبر او الجيومتري في الكومنتات والديسكربشن ادخل على اللينك واعمل له سيف عندك عشان تسمع كل الامتحانات اللي فاتتك وتتابع معانا الامتحانات القادمه ان شاء الله في نمبر 1 بيقول لي كومبليت ذا فولوينج نمبر 1 16 واي سكوير ماينس نوت ايكوال نوت بلس 5 تايمز 4 واي ماينس 5 عشان نقدر نجيب اللي هنا ده فاحنا هنقول 5 تايمز ال 5 ب 25 وال 16 واي سكوير عبارة عن 4 y تايمز 4 y لأن 4 تايمز 4 16 y تايمز y واي سكوير نمبر 2 if x minus 5 is a factor of the expression x باور 2 minus 7 x plus 10 then the other factor is not هنعمل factorization لده هو مديك من براكت منهم فمسهل لك الدنيا خالص x minus 5 ال x 2 عبارة عن x times الـ x

1 بلس 1 بلس 1 تبقى 3 يبقى كي بالبيز اند اد الباورز 2 بلس 1 تبقى 3 يبقى 3 باور 3 نمبر 4 بيقول لي ذا the اوف ذا امبوسيبل ايفنت از 0 وايل ذا probability اوف ذا سيرتين ايفنت الحدث المؤكد 1 نمبر 5 نيجاتيف 5 باور نيجاتيف 2 طيب الباور طالما نيجاتيف يبقى لازم نجيب المالتيبيكيتيف انفيرس ده Even negative 1 over 5 power 2. And negative power 2 positive. 1 power 2 1. 5 power 2 25. Number 6. Square root of 5 power 3. Divided by 5 square root of 5. Divide root 5 times root 5 times root 5. Then number 3. Over 5 root 5. And cancel root 5 my root 5. روت 5 تايمز روت 5 ب 5 ال 5 تتكنسل مع ال 5 ايكوالز 1 ولو جبنا الكالكوليتر وعملناه بالكالكوليتر هتطلع معانا بكل سهوله 1 Number 2 we only choose the correct answer. Number 1 if 5 over 3 power x equals 3 over 5 power 3 then x equals ال البيس تقريبا هو هو هنا البيس بس معمول عليه modification بسيط ان هم متجاب له انفيرس يبقى انت هيبقى الباور هو الباور بس هنعمل عليه تعديل بسيط ان احنا نحط نيجاتيف يبقى negative 3 نمبر 2 2 power 2 times 5 power 3 ال 2 power 2 ب 4 وال 5 power 3 اللي هي 5 times 5 times 5

Number 4, the solution set of the equation, x bar 2 minus 5x plus 6 equals 0 in R is, i mean factorization, x bar 2x times x, I think two numbers, product term 6 will sum up to term 5, lower 2 times 3, sine d positive, 2 as the middle, negative and the negative. يبقى x-3 يكون 0 وال x-2 يكون زيرو النيجتيف 3 تروح هناك بالبوزيتيف تبقى x 3، زيرو والنيجتيف 2 تروح هناك بالبوزيتيف تبقى x يكون 2 يبقى نمبر 4 اللي هي ليتر سي اللي هي 2 اند 3 نمبر 5 إف a ال b 5 a ال b 4 إزن a 2 ال b 2 هنعمل فاكتورزيشن لل a 2 ال b 2 ال a 2 a تايمز ال a ال P 2 P times البي دي نيجاتيف ودي بوزيتيف ال A plus ال 5 وال A minus ال 4 5 times ال 4 equals 20 نمبر 6 بيقول لي F 2023 power X minus 5 equals 1 then X equals طبعا عارفين ان any number power 0 equals 1 except 0 طبعا يبقى لازم ده يكون زيرو يعني لازم يكون ال x 5 تكون زيرو النيجاتيف 5 تروح هناك بالبوزيتيف يبقى x equals 5 نمبر 3 بيقول لي فاكتورايز اتش اوف ذا فولوينج نمبر 1 x باور 2 minus 12x plus 36 ده هنعمل له فاكتورايزيشن اللي هو البيرفكت سكوير ازاي نعمل كده براكت باور 2 ناخد السكوير روت لده وناخد السكوير روت لده 6 ونحط الساين دي اجمل ما يكون

نكنسل هنا الـ A ونكنسل هنا الـ A تبقى 7 بلس ناخد الـ 3 بعد كده هيكون فاكتور هنا اوفر 3 وهنا اوفر 3 نكنسل هنا تبقى X و21 اوفر 3 تبقى 7 نرجع ناخد الـ X ماينس الـ 7 هيكون فاكتور لما نكنسل ده يتبقى الـ A ولما نكنسل ده يتبقى الـ 3 نمبر 4 بالـ بيقول ايه؟ 81 x باور 4 plus 4z باور 4 طالما في بلس وباور 2 او باور 4 يبقى دي فاكتورايز باي كومبليتنج ذا سكوير يعني بعمل ايه بعمل كده بوزيتيف ونيجاتيف 2 ملتبلاي سكوير روت لده سكوير روت لل 81 9 والاكس باور 4 اكس باور 2 ملتبلاي سكوير روت لده سكوير روت لل 4 2 والزد باور 4 زد باور 2 2 مولتبلاي 9 18 18 ملتبلاي 2 تبقى 36 زد باور 2 اتفقنا ان البوزيتيف هيبقى في الميدل هنا كده يعني 36 زد باور وبعدين نكتب الثيرد تيرم وبعدين النيجاتيف دول كده هيبقوا البيرفكت سكوير هعمل براكت باور 2 اخد السكوير روت لده 9x باور 2 اخد السكوير روت لده 2z باور 2 بعد كده احط الساين دي اللي هي بوزيتيف وفي الحاله ديت دايما هيبقى بوزيتيف ماينس 36 زد باور 2 كده اتحولنا للكيس بتاعت الديفرنس بتوين تو سكويرز اللي بعمل فيها ايه براكت باور 2 بكتب براكت منهم هنا وبراكت منهم هنا وال36 زد باور 2 بكتب براكت هنا ثانيه بس في تعديل بسيط اه في هنا اكس باور 2 وفي هنا اكس باور 2 وفي هنا x بار 2 عشان انا لما عملت ملتبلاي x بار 2 زد بار 2 ما خدتش بالي لمي فكرتها ملتبلاي. بعد كده ال 36 ديت هتبقى 6 x زد وال 36 6 x زد. خدت السكوير روت هنا والسكوير روت هنا. واحدة بوزيتيف والثانية نيجاتيف. لتر بي بيقول لي if 3 power x equals 27 and 4 power x plus y equals 1 then find the values of x and y ال 4x plus y دي الباور هنا added يبقى هنعمله multiply هنلاحظ ان بيقول لي 3 power x ب 27 يعني اقدر احول ال 27 دي كده تعال نكمل كده إن 3 power x، 27 عبارة عن 3 power 3. الـ base إيكوال يبقى الـ powers إيكوال يبقى الـ x إيكوال 3 يبقى نقدر نشيل الـ x دي ونحط مكانها 3 تبقى 4 power 3 times 4 power y إيكوالز 1 عشان نوصل للـ 4 power y دي دي هتروح هنا بـ divided by يبقى 4 power y إيكوالز 1 over 4 power 3. ال 4 باور 3 هنا بالبوزيتيف تطلع فوق بالنيجاتيف عشان نقدر نقول ان البيزس هنا ايكوال يبقى الباورز ايكوال يبقى الواي ايكوالز نيجاتيف 3 نمبر 4 لتر اي بيقول لي ا باج كونتينز 9 سيميلر كاردز ليبلد فروم 1 تو 9 ا كارد از درون ات راندوم ذن فايند ذا بروبابيليتي اوف ذات كارد كاريز ان اود نمبر يبقى عشان نجيب ده i know the probability of that card carries an odd number equals my the dominator 9 odd number yani one, three, five. Seven and nine. Dulcam one, two, three, four, five. You have five over nine. By the probability number two of that card carries a number divisible by three. divisible by 3 يعني 3 6 and 9 يبقى دول كام نمبر 3 يبقى 3 over 9 3 divided by 3 1 و 9 divided by 3 3 letter b بيقول لي simplify to the simplest 4 root 2 power 5 times 3 power negative 2 over 3 power negative 1 times root 2 power 3 طبعا الباورز بالنيجاتيف هنبدل اماكنهم عشان يبقوا بالبوزيتيف ودي افضل طريقه انا بحب احل بيها ان انا اخلي الباورز بوزيتيف الاول بمعنى 3 بور خلينا بس كده الروت 2 باور 5 زي ما هي الـ 3 باور نيجاتيف 2 دي هتبقى تحت بوزيتيف 2 وال3 باور نيجاتيف 1 هتبقى فوق 3 باور 1 وهنا روت 2 باور 3 هيتبقى لك فوق يعني الروت 2 باور 5 اوفر الروت 2 باور 3 تبقى روت 2 و5 ماينس 3 2 كيب البيز اند سبتراكت الباور وبعد كده 3 باور 1 تكنسل الباور 2 تخليها 3 فقط تبقى اوفر 1 1 اوفر 3 تايمز 1 اوفر 3 طبعا الروت باور الروت 2 باور 2 السكوير يكنسل الروت تبقى 2 تايمز 1 ب 2 وتحت 3 يبقى 2 اوفر 3 نمبر 5 لتر ايه بيقول لي فايند ان ار ذا سوليوشن سيت اوف ذا equation اكس باور 2 plus 8 اكس equals 9

بزيرو النيجاتيف 1 تروح هناك بالبوزيتيف تبقى اكس ايكوالز 1 والبوزيتيف 9 تروح هناك بالنيجاتيف تبقى ايكوالز نيجاتيف 9 يبقى السوليوشن سيت بتاعنا اللي هو 1 والنيجاتيف 9 لتر بي بيقول لي if x equals 3 y equals root 2 find in the simplest form the value of x over y power negative 2 مبدئيا عشان نتخلص من الباور النيجاتيف هنخليه بوزيتيف عن طريق ان احنا نجيب المالتيبيكاتيف انفيرس يبقى واي اوفر الاكس اوفر 2 طب الواي بكام بروت 2 اعمل سبستيتيوتنج ادي روت 2 والاكس بكام 3 باور 2 روت 2 باور 2 ال2 تكنسل الروت تبقى 2 وال3 باور 2 تبقى 9 تبقى 2 اوفر 9 كده يا شباب يكون انتهى الاكزام نلتقي في الاكزام القادم ان شاء الله اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو للاستفادة الأكبر والأكبر طلبت جميع المراحل عرض السنة دي مش هيتكرر عرض الاونلاين طلاب البرايمري جريد 4 و5 زي ما هو موضح كده سعر السيشن 30 جنيه للطالب سعر رمزي السيشن بتبقى طالبين مدتها ساعة وساعة كافية جدا ووافية ودعم تجربة لأنه منهجهم سلس وبسيط رغم إن هو كبير ككم لكن سهل وبسيط وإن شاء الله نخلصه في وقته وكده كده معانا مرونة إن إحنا نزود سيشن زيادة أو كده ونظبط الدنيا بالنسبه للطالب بريب 1 بريب 2 بريب 3 زي ما هو موضح برده بريب 1 تبقى الميزه فيها ان هي لطالب واحد فقط وده عرض برده استثناء السنه دي لان الموضوع ده هيتغير هيبقى جروبس من السنه الجايه هيبقوا اثنين وثلاثه فالموضوع السنه دي استثنائي 40 جنيه لطالب بريب 1 50 جنيه لطالب بريب 2 و60 جنيه لطالب بريب 3 برده وقت الحصه ساعه رغم ان هو طالب لوحده ان وقت الحصه ساعه وزي ما هو موضح اهم حاجه انك تكون محمل ابلكيشن جوجل ميت هو متاح معانا زوم برضو بس ابلكيشن جوجل ميت افضل كتير من زوم فهو ابلكيشن سهل وسلس وبسيط بتحمله من على البلاي ستور بتكتب جوجل ميت بينزل معاك بكل سهوله وطبعا الدفع بيبقى عن طريق فودافون كاش وباكد انه تاكيد السيشن بيبقى بدفعها مسبقا لان احنا مش بنبدا نشتغل او مش بنبدا السيشن غير لما تكون مؤكده مسبقا السيشن دي عشان تفهم احنا بنعمل فيها ايه بنعمل فيها كالتالي السيشن دي بتبقى ملك للطالب يعني الطالب بيقرر فيها يحل فيها اكزامز طب يا مستر ما انت بتحل لنا الاكزامز افترضنا ان في طالب ما فهمش من الفيديوز فممكن يفهم من الاونلاين اكتر طالب حابب نحل قبل ما اللي يستنى الفيديو ينزل على اليوتيوب فيحل قبلها طالب حابب يراجع ويبدا المنهج من الاول في وقت يا مستر اه ان شاء الله في وقت رغم ان احنا في خلاص فاضل وقت قليل عن الامتحانات الا انه نقدر نشرح المنهج كاملا بامر الله لانه احنا بنكثف سيشنز وممكن ناخد سيشن واثنين في اليوم وحصلت مع طلبه كتير. طيب حابب نحل اكسرسايز بتاعت نسوم معين ريفيجن نشرح اجزاء معينه من المنهج مجمع شويه اسئله واقفه معاك وحابب تفهمها. اتواصل على رقم الواتساب اللي ظاهر قدامك طول الفيديو ده اتواصل عليه ونظبط مع بعض الميعاد ونشوف ايه اللي انت حابب نعمله في السيشن دي ونركز عليه ونشتغل عليه ونشتغل على نقط الضعف بتاعتك في الماس بشكل عام وبشكل اخص الحاجات اللي انت بتحددها فالسيشن دي هتفرق معاك جدا وبالاخص ان هي السنه دي سعر استثنائي مش هيتكرر فما تفوتش الفرصه والحق تواصل معانا على الواتساب والحق احجز معاك قبل ما المواعيد تكتمل وفي الاخير يا شباب اتمنى تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات بشكل عام بدون ما ترجع للاونلاين احنا بنحاول بامر الله ننزل المحتوى كامل نحاول نحل كل الامتحانات حلينا كل الاختبارات التراكميه فما تبخلوش مع علينا بدعمكم باللايك والشير والسبسكرايب شير في كل مكان عشان القناه تنتشر وتكبر كومنتاتكم الايجابيه صدقوني بتبقى دافع كبير لينا عشان نكمل وفي الاخير يا شباب دعواتكم عشان نقدر نكمل ونعمل محتوى كامل مجاني ونطوره كل سنه عن اللي قبلها واتمنى لكم في الاخير كل التوفيق شكرا والسلام الله عليكم